حلقة هالأسبوع بتوعي فينا نوستالجيا الماضي والطفولة. حلقتنا الليلة عن روني بندلة. يغني يلحنوا يوزعوا وما يدفع التسجيل بالاستوديو. روني كتير هينة تصير أصحاب أنت وياه. في أغاني صار يشكوا إنه لناس تانيين مش لروني بندلة. دور ما دور دور روني بندلة بعيون عيلته وزملائه وأصدقائه. هو توأم روحي، كنا عنا زيت الأحلام. كان فارس من فرسان الأغنية اللبنانية. روني بندلي كتب ولحن لهيفا وهبي. بدها تغني ريمي بالقصر الجمهوري. بابا أهم شيء قلتله أنا بحبه كتير. بابا بزعل مني. بابا كلمة تانية بروح. معن نسترجع ذكريات وكواليس تنحكى للمرة الأولى. ظلام روني؟ أي أكيد ما أخذ حقه. عنده تواضع كتير زيادة عن اللزوم. احترق استوديو واحترق معه وكل الأرشيف. خسارة كبيرة. جينا نعيدكن وبالعيد منسألكن ليش كان يقول عن حاله أنا هاوي فقر. ايه ليه بالليل مظبوط. عطونا الطفولي عطونا الطفولي عطونا The Stage الجمعة من نص المساء على LBCI.